مكتي عاد كان عندي سر بقول لك الحين هو انت ماني قايله. ها عندك اسرار من وراي تحكي اقول ايش عندك تحكي. اما الشمور رضت نتزوج بس قالت بشرط ان ما حد يدري الا اخوها. لا والله ومتى صار هالحكي وشلون انا ما ادري؟ انا عشان كذي ما كنت بقول لك. شوفي اعصابك شوفي اعصابك هذه. عيسى اسمعني زين ترى ذبحتني انا لازم اعرف بكل شيء فهمت ولا لا؟ اما شمور ما بيها تعرف شيء سامع ما بيها تعرف ان انا دريت وبيك تعجل عادي حلو بالموضوع بسرعه. هي قالت لي يومين وانت تزوج. والله اي ويا ريت يما يا ريت واي 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 يعني يما الحين خلاص ازيد رومانسيه واجواء حلوه. واي يما مو تزيد غني لها بعد عطها اللي تبيها يما حط لها كاظم الساهر حط لها نانسي حط لها ورده حط لها اللي تبيها مو تحط لها هذه اطق روحي واموت واجاب لها الكوت لا تحط لها ضيم وضرايم تعكر على البنيه حط لها حب غرام عشان تحبك زياده. خلاص انت طرشي لي وانا طرش لها. عيوني حاضر حليب تليفوني دز لها اللي تبي كف. صارت قول هذه طافت الخمسين. بسم الله الرحمن الرحيم. انتي ليش كذي واقفه على راسي؟ ادور سبريه. والسبريه هني بغرفه المكياج برا السبريه موجود. وي خرعتيني بسم الله الرحمن الرحيم. ليش كذي قطعتي علي استجمامي ليش؟ عندي لك خوش اغنيه امس مطرش لي اياها يعقوب كلها رومانسيه واستجمام طرشك اياها. ادري اخواني اسم الله عليهم طالعين علي رومانسيين بس ما طاحوا الا عليكم واللي ولا وحده فيكم رومانسيه. اقول روحي طلعي يلا دوري السبريه برا يلا قطعتي علي رومانس قصدي استجمامي يلا. ما طرشت لها ما ترد. انظر يما عليها شوي وترد. يا ايش كثر انظر؟ يعني نص ساعة ربع ساعة الله كريم. اي زين اسمعني انا بروح اسوي العشاء اذا ردت عليك قول لي. شو يلا الحين معقولة شمور ترضى تاخذني؟ شلون انا حافي من التف على ايدي؟ انا لو اشتغل 24 ساعة ما راح اسددها بس هي أكيد ما تهتم بالماديات مو قاصرها شيء. أمشي ورمي وأشوف آخرتها شو يصير.